كيف يكون الإنسان حاضر القلب عند قراءة الآيات والأحاديث وإذا أذنتم لي وفي العبادات كلها شخصانة؟ نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية العبادة، ويكون استعاذته بحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. من استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى، فإنه يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وكذلك استعمل الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالاستفتاح في أول الصلاة وقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة وقبل قراءة الفاتحة. ومما يحضر القلب أيضا يساعد على حضور القلب تدبر القرآن حينما يقرأه أو يسمعه من القارئ في الصلاة أو غيرها. تدبر القرآن والإقبال على استماعه يسبب حضور القلب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان الإنصات والاستماع والإصغاء، من رحمة الله عز وجل أن يطرد عنه وساوس الشيطان وأن يحضر قلبه في عبادته. وأيضا من أسباب حضور القلب أن لا يدخل الإنسان في العبادة وهو مشوش القلب بأشياء أخرى، كأن يكون بحضرة طعام يشتهيه، أو يكون حاقنا للبول، أو حضره الغائط ودافع الأخبثين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان عن البول والغائط. أو يكون في مكان لا يستطيع في الاستمرار فيه، يعني يكون شديد البرد أو شديد الحر أو غير ذلك من المؤثرات. فإذا تجنب الإنسان هذه الأشياء التي تشوش عليه فكرة، فإنه حري أن يقبل قلبه على الصلاة، وأن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأنه واقف بين يدي رب.